أمثال أهل البيت. صعد أبو ذر رضي الله عنه على درجة الكعبة حتى أخذ بحلقة الباب، ثم أسند ظهره إليه ثم قال: أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن أنكرني فأنا أبو ذر. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما مثل أهل بيتي في هذه الأمة كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها هلك. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اجعلوا أهل بيتي منكم مكان الرأس من الجسد، ومكان العينين من الرأس، فإن الجسد لا يهتدي إلا بالرأس، ولا يهتدي الرأس إلا بالعينين.